الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. النهارده برضو الخيار اللي احنا صورناه يوم الخميس اللي فات وكنا بنقول تقريبا 35 يوم، النهارده الخيار اهو شايف مساحه الوقت. انا بتكلم بقى على التزهير النهارده عشان الناس اللي تعبتني في مخي دهيا، وانا تعبت منكم من الاخر خالص، انا تعبت من الاخر. اقول يا عالم ما تدوش ميه، برضو النهارده جات لي صوره تخلي الواحد يرجع لخيار، يعني خيار ده مش خيار، ده يخلي الانسان يرجع على طول اول ما يشوف الخيار. شوف يا عم انت وهو التزهير بتاع الخيار، شايف يا عم هنعد من هنا 1 2 3 4 5 6 سمره اهي 7 8 9 10 11 12 12 و3 15 16. الحته دي اهي فيها 16 خياره، 16 ثمره خيار في الحته دي، تمام. تعال عقله اللي بعدها على كام؟ 2 4 5 خيارات العقله الواحده. تعال على اللي بعدها كذلك، اهي كذلك. نيجي على الثاني، شايف يا عم التزهير في الخيار عامل ازاي من اول عقله، من اول عقله عشان ما تقوليش اي حاجه خالص، من اول عقله. ابتدينا ان شاء الله مع البشاره اهي، شايف البشاره على الارض اول عقله اهي، شايف ادا الجدر اهو، وادا اول عقله مفيش 10 سم. هناخد منها كم خياره؟ هناخد منها 3 ثمرات اهم، شايف اهي، شايف النقط اهو والعقله اهي، عشان انتم تعب تكلم فيكم مفيش فايدة، كله متصربع، كله متصربع وفاكر ان الزمن هو بيجري. يا عمي الانسان هو اللي اتغير، عايز افهم حضرتك حاجة، الانسان الوحيد هو اللي اتغير، صدقني النبات ما اتغيرش، سلوك النبات واحد. فعشان تجري وعمال تدي لي مية وتزهق فينا في الاخر وتجيب لنا نبات تعبان، ده بيتعبنا نفسيا. يا جماعة بالراحة بالراحة في المية، انا عايزك تجيلي. شفت الخيار ده؟ شايف الخيار؟ شايف الخيار ده اهو، شفت الهيصه بتاعه ده؟ احنا لسه في الاول، لسه بقى ما طلعناش فوق، انا بس باين لك من اول حاجه اهو. شايف الخيار ده؟ شايف؟ شايف الميه قد ايه؟ نقطتين ثلاثه تحت، شايف من كتر الغيزة الخيار مطلع كله جدور تحت اهو، من كتر ما احنا مظبطين الدنيا بتاعتنا في الـ بنرش عالي فوسفور، بنسمد كويس، بنحكم المية بتاعتنا، بنهوي كويس. تيجي أوريك خيار 25 يوم، أوريهولك وشوف البهدلة اللي في الخيار، تمام. شوف، عايزك تشوف البهدلة اللي في الخيار، تشوف الخيار تقول مش هينفع. هوريك خيار هتشوفه هتقول لي لا ده انتوا كده، ده مش هينفع، وصدقني بعدها برضه. شايف الخيار ده؟ شايف الخيار؟ خير ده مش هينفع، صح؟ انت شايف فيه ميه؟ ترابه، ترابه، بنصوم اليومين والتلات، ترابه اهو، ترابه اهو. شايف الخيار؟ شايف الخيار؟ طبعا انت بتشوفه كده بتقول الخير ده مش نافع، ترابه اهو، تراب مفيش ميه، اترابه ده اهو، ده خيار. اتفرج على الخيار ده الخميس اللي جاي، لا اللي وراه، تمام؟ ممكن نصوره ونوريه لسيادتك تاني اهو، ده الخيار. انت بتشوف كده بتقول بس شوية الخيار دول هيموتوا مش نافعين تاني اهو، دي ارض خيار والله مزروعة، تمام التمام. التانية كانت زيها، البيت اللي انا طلعت منه ده كان زيه. احكم الري بتاعك، الله يهديك، احكم الري بتاعك، الله يهديك. الري، التهوية، التسميد الكويس، التسميد المدروس، مش التسميد وخلاص. ده كان بالظبط من 20 يوم زي اللي في هناك. ربنا شايف، شايف اللون؟ شايف اللون يا جميل؟ شايف اللون؟ شايف مساحة الورقة؟ ها؟ شايف التزهير يا عم؟ شايف التزهير؟ شايف ليلة التزهير اللي تحت دي؟ شايف الأرض فين؟ شايف الحاجات اللي طالعة دي؟ دي جدور، مجرد لو حطيت عليها شوية تراب هتعمل له جدور عرضية. شايف الوضع ده كلته؟ رقم واحد تجهيز الكويس، مادة العضوية كويسة. رقم اتنين التحكم في المية. رقم ثلاثة التربية بتاعتك تكون كويسة. رقم أربعة الرش الورقي وعالي الفوسفور. رقم خمسة إنك أنت تصفي نيتك بس. هتلاقي الدنيا زي الفل معاك. ده اللي صورناه يوم الخميس اللي فات، حبيت أحطه لك بس عشان ما تقوليش أي حاجة. التزهير في أي مكان، شوف التزهير،
شايف التزهير في النص اهو، شايف التزهير قد ايه، شايف التزهير، شايف شايف كوم كوم الثمر، شايف شايف الثمر، شايف الثمر، شايف احنا اهو تحت اهو اهي اللي اهو، شايف ال شايف 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 كل ده، شايف التزهير عمل ازاي تحت في الحجر لسه بعد 5 سنتي. ما شاء الله ما شاء الله. ده اذا كنت عايز تزرع خيار، اذا كنت عايز تزرع خيار لازم تكون عندك اراده وراجل بتفهم، وقلت لك على عمر النجاح 1000 مره، بس احنا ما بننفذش. حياكم الله.